will have the first complication. أول complication تحصل له الرزمية. الرزم. تمام؟ ليه؟ لأن أنت بتموت حتى وتفصل الكهرباء. فأول حاجة تحصل له الرزمية. ممكن يحصل له إيه complications ثانية؟ الحتة دي تبقى ضعيفة. يحصل له الرزمة dilatation. خلاص؟ fibrosis tissue. دي يسألك بقى scar remodeling of this part is a responsibility of fibroblasts أو myofibroblasts. تمام؟ الحاجة الأخرانية خالص هي fibrous tissue. عندكم كمان كسكشن. أنتوا شايفين الفايبرس تيشو؟ ودي كانت الهارت ماسل الفايبر. حتى النيوكليات بتاعتها موجودة. لا حصل لها نيكروزس ولا كاريوريكسس ولا كاريولايسس. حصلش نيكروزور الفايبر. لكن الجزء هنا شايفين دي خلايا ميتة. ما فيهاش ايه؟ نيوكليس. والأجزاء اللي ما بينها كلها فايبرس تيشو. يتسبخ بإيدها كمان. يقول لك الصبغة مهمة قوي. الصبغة بنحبها قوي. تصبغ الفايبروزس مثلا ميسون تراي كروم اللي بيصبغ ثلاث الوان بيصبغ الفايبروس تيشو لونه ايه؟ جرين أبل. تمام؟ سؤال بيجي كتير والاخر السنه اهو ميسون تراي كروم ستين ويجيبه لك كديمو وممكن يجيب لك الصورتين جنب بعض ويقول لك ذا جرين كلر ريفلكتس فايبروزس جرين بلو مش هتفرق يعني احنا عندنا في الحاجات دي ما بنفرقش قوي تمام المهم يعني اللي هو ايه اخضر ازرق ازرق مش هنفرق المهم ليه المهم قال لك جرين كلر بلو كلر اللي هو انديكيت مين الفايبرس خلاص طبعا خدنا الكومبليكيشنز شفنا الفيستولا اللي بتحصل مع الابندكس وهنا ايه مع الايفيدنس لكن شلون ايه ده tuberculous epididymitis with posterior sinus formation وليه posterior عشان الابيديدمس posterior ده primary ولا secondary TB secondary من غير ما نفكر البرايمري بيحصل يا في لانج يا في انتست او في تونس او سكين بس احنا ما عندناش جرات ليه تمام والسكندري يا اما يحصل في نفس البرايمري اورجن بس السكندري يا اما اي ورجل بعيد بس مشاكل بيعود خلاص وصلوا التي بي ازاي دايركت ولا لينف ولا بلط لينف اللمف معروف انها بتصب اللينف بتاعها في التستس تمام باي بلط التي بي وصل ازاي ما التي بي ده واحد بيعطس في وشك انا تي بي دخل اهو دايركت على اللمف اللنج تبعت الليمف نوتس بتاعتها ورا الليمف نوت يبقى ده ماشي الليمفاتيك سبريد لكن تبعت التستس ازاي؟ ها؟ باي بلط ففي حاجات ما نفكرش فيها عشان تغلطوا فيها يا عين تمام؟ طيب هنا مفيش ليمف نوت ده مش ليمف نوت ده السبرماتيك وورد اللي هو بيبقى فيه البامبيني فورم بلكسس اوف فينز والكورد والفاس ديفرنس والكلام ده كله وفي هنا تيوبركلس نوتيوم مش اكتر من كده ده اقول لك اني سبريد وقولي لي دايركت سبريد دايركت من الحته دي يجي للحته دي بالدايركت كده ماشي هو بيتفسح برضو الجدول ده مهم بيجي عليه اسئله كتير الفرق ما بين الهايبريميا والكونجيشن وجالكم السؤال ده اللي هو الهايبريميا ده نتيجة increase blood flow من ايه؟ بالarteriolar dilatation. الهايبريميا دي active process تمام؟ بتشتغل في سير العضلة بتاعتك يحصل active dilatation of the blood vessels والحاجة الوحيدة الباثولوجيكال فيها active hyperemia هي الانفلاميشن. الباقي بقى كله congestion اللي هو بيبقى في الفينز والكابلنز. خدنا مثال للسيستميك فينوس congestion اللي هو الليفر. فاكرين الليفر اللي هو not make appearance اللي هو فيه fatty change شوفوا بقى ايه هتبدأوا تلبسوا كذا نينشر زاليجن مع بعض بالمونري فينس كونجيشن left side heart failure مين هنا اللي يبقى congested اللونج واللونج لما تبقى congested تبقى liable ان يحصل لها ايه؟ انهي نوع من الانفاركشن؟
ريد انفاركشن او هيموراج انفاركشن، ولو حصل لها عليها اوتوب بيتريفاكشن يبقى ايه اسمه ايه؟ مويس جانجرين اوف ذا لونج. في لوكال فينس كونجيشن ده اللي احنا خدناه في السبلين. السبلين ده كان اكزامبل، فاكرين الكونجستيف سبلينوميري؟ ده لوكال فينس كونجيشن، ده بيري بورتال فايبروزس فعمل كونجيشن في السبلين لكن مش في بقيه الاورجنز. يعني مفيش سيستميك وبالمونري، ده لازم تكون المشكله في الهارت. ممكن نجيب لك بقى الليفر ده ويقول لك دارك ارياز ريفلكت كونجيشن وبيل ارياز ريفلكت فاتي تشينج. كيفك طبعا الدارك ابييرنس، وده البيشنت ذيس بيشنت از كومبلينينج اوف رايت سايدد هارت فيلر. قلنا موضوع ايه الزونز، حد عنده مشكله فيها؟ زون 3 نكروزس، 2 فاتي تشينج، 1 نور. وادي ده السنترال فين اللي هو المفروض يبقى كونجستد وحواليه الاتروفيك نكروتيك هيماتوسايتس، وزون 2 فيها الفاتي تشينج. الرسمه اللي انا رسمتها لكم تمام، وقلنا ادي ده كونجستد سبلينوميجالي ماركت لارج سبلين. طبعا كان عليه حاجه كده من بره لو تفتكروا، يقول لك الكبسول شوز ميتابليزيا، بدل ما هي فايبرس تيشو بقت كارتلج، حصل لها كارتلج ميتابليزيا نتيجه الاسترتش لفتره طويله. خلاص؟ سكند فايبرس كبسول ترانسلوسنت كارتلج ميتابليزيا. ذا اكزامبل اوف وات؟ هل هو سيستميك فينس كونجيشن ولا بالمونر؟ ده لوكال فينس كونجيشن نتيجه البريبورتال فايبرس. ممكن ما يقولكش كده، يقول لك سببه ايه ووريني ده. ماشي؟ اهو ده الليفر ده سببه، يعني هو سبب السبلين اللي احنا شفناه. اللي حصل هنا ايه؟ بريبورتال فايبروسس. ده بقى عليه اسئله كتير، يجيب اسئله في التشوسوما زي ما هو عايز، انهي نوع دي؟ منسومار. انهي نيتشر اوف ذا ليجن؟ chronic specific inflammation ايه defined granulomas السيلز اللي مسؤوله ماكروفاجس وإزلوفيلز. كل بقى ما تتخيله ممكن اسئله عن بلارزيزس في الحته دي. البيجمنتس نتيجه بلارزيا بيجمنتس. ما كانت سيره تدينا 10 دقايق محمد مره؟ اه قولي.